لو متابع لكرة القدم فأكيد عارف صراع شعار الجوت بين محبين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. كلمة الجوت هي اختصار لـ Greatest of All Time، بمعنى الأفضل في كل العصور. ونظراً لأن اختصار الجملة بيساوي كلمة معزة بالإنجليزي، فهتلاقي محب كل رياضي في مختلف الألعاب بيرمزوله بالكلمة دي، وإن كان انتشارها الأكبر بين ميسي ورونالدو. ورغم أن ميسي ورونالدو ما وصفوش نفسهم بالكلمة دي، لكن بطلة الجمباز الفني الأمريكية سيمون بيلز ما اكتفتش بوصف نفسها بكلمة جوت، ولكن رسمت شعاره على الزي الخاص بيها. فاجأت سيمون متابعيها بطباعة شعار الماعز على الزي الخاص بيها للعبة رياضة الجمباز وفي كل مقتنياتها، ولما تسألت عن سبب ده قالت إن الفكرة هي الرد على الكارهين. سيمون بيلز هي أعظم بطلة في رياضة الجمباز، قدرت 19 مرة تكون بطلة العالم، وفازت بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد ريو الأخيرة. كمان عندها فرصة تحقق إنجاز جديد في أولمبياد طوكيو في حال فازت بذهبية جميع الأجهزة، عشان تحققها للأولمبياد التانية على التوالي كأول لاعبة منذ أكثر من 50 عام. سيمون فعلاً من أنجح لاعبات الجمباز في التاريخ، لكن كأي رياضي ناجح ليه محبين وكارهين. بيلز أوضحت إن فكرة شعار جوت جت لها للرد على الكارهين، لأنها شافت إن ده هيخليهم غاضبين أكثر. سيمون كشفت أنها شعرت بأنه مش من العدل أن يستمر الكارهون في قول ما يريدون، ولما ابتدى يتقال كلمة جوت عليها بعد إنجازاتها، لقت الكارهين ليها بيسخروا من الفكرة، فحست أنها لو خلتها أمر واقع ليهم هيخليهم غاضبين جداً، وده بالنسبة ليها فكرة رائعة هيكرهها الكارهين وبيحبها المعجبين. سيمون كمان قالت أن الشعار ده رسالة منها للأطفال، هي مش عايزاهم يخجلوا إنهم يكونوا جيدين في أي حاجة بيعملوها، وإن مشكلتها كانت إن الجميع ممكن يقولوا إنك جيد، ولكن بمجرد ما تعترف أنت الأمر ما بيكونش رائع بعد كده، وإن من خلال حركتها دي بتتمنى يتعلم الأطفال إزاي إن مفيش مشكلة يعترفوا قدام الناس بإنهم جيدين أو رائعين في شيء ما. وفي غياب ميسي ورونالدو عن أولمبياد طوكيو، عندنا فرصة نشوف جود جديد، وهي سيمون بيلز في الجمباز الفني.